احنا شفنا امبارح، اعتقد مؤمن جايب جول مجرد ما نزل، جاب جول التعادل مع الرغم ان فرقته كانت مغلوبه 2-0 من النادي الشباب، 2-0 وكان فاضل حاجه بسيطه جدا، جه هدف ثم مؤمن جاب التعادل. الجماهير يعني كانت ناقص انها يعني تشيله من الفرحه، ثم في اخر ثواني فرقته بيجيب الجول الثالث، وكذلك الحضري ماشي كويس قوي، ومتعب ماشي كويس جدا، الشيخ ماشي كويس، وحسين لسه هيبدا، اعتقد ان هم الثلاثه مسافرين مع البعثه النهارده. شيكابالا وعصام ماشيين كويس قوي، متعب ماشي كويس جدا مع النادي، بيجيب اهداف وبيعمل اهداف. الامور الفنيه ديت طبعا النادي التعاون لما يلعب له متعب، اعتقد انه الفيرود اللي بيلعب جنبه او الناس اللي بتلعب جنبه بيشوفوا قيمته الفنيه بتبقى شكلها ايه، فبيزود. زي ما احنا نجيب نجم عالمي وبيجي يخش في الدوري بتاعنا، مفيش شك ان كل الناس بتتعلم منه. كابتن عادل، طبيعه الدوري السعودي والاجواء في السعوديه، يعني اللاعب المصري ما بيحسش بغربه، يعني بيتاقلم سريعا في الجو في الدوري السعودي، ايه السبب؟ اولا عادتنا تقريبا واحده. انت لو تلاحظ انه الاسر في السعوديه وفي مصر هتلاقيها مختلطه، يعني تلاقي مثلا قطان في السعوديه وقطان هنا في مصر. نعم، ده هدف مؤمن زكريا حضرتك كنت بتتكلم عليه. هو ده. ده كان في، شوف الدقيقه كام؟ الدقيقه 86. في الدقيقه 86. وطبعا الجمهور طبعا كان محبط جدا طول المباراه. كانوا مغلوبين 2-0 من اول 10 دقائق. وادي الحضور الجماهيري، ودي ما اهم ما يميز الدوري السعودي، الحضور الجماهيري. شوف المدرج عامل ازاي، يعني ربنا وعدنا كده ويبقى جمهورنا يا رب باذن الله، مدرجاتنا تبقى بالشكل ده كده السنه الجايه باذن الله. شوف الفرحه طبعا، قيمه انه مؤمن من اشبال النادي الاهلي. الناس اللي بيقولوا النادي الاهلي ما عندوش اشبال، عندنا اشبالنا مالين مصر كمدربين وكلاعيبه. والفرقه النادي الاهلي اغلبها من اشبال النادي الاهلي، من اولاد النادي. يعني كان احد الزملاء السنه اللي فاتت لما كنت ماسك قطاع الناشئين بيكلمني عشان اعمل مداخله، فبيقول لي يا كابتن النادي الاهلي ومفيش اشبال. قلت له يا اخي 90% من قوام الفريق من اولاد النادي الاهلي، من اولاد النادي الاهلي ومن ناشئين النادي الاهلي.